وبقالي سنتين متجوزين ومعايا ستة. ستة ايام في سنتين؟ أربعة من جوزي الأولاني. رايح فين؟ رايح أفهم منها بتعمله ازاي دي؟ اسأل جوزها يا أخي. اللعبة يا ست هاني اتفضلي، وده وقت يا بدرية حتى في عيد جوازنا. ما هو يا ست هاني أصلاً. ما خلاص يا بدرية، يعني حبكة الليلة دي؟ لازم يا بنت تشرب اللبن، ضروري تشربه، ده حتى صحتها يعني مش عجباني ابدا كده ومتعبنا. معلش اشربي. طب حطيه جنب السرير هشربه قبل ما انام. خلاص بقى يا بدريه، مالك واقفه مدنحه كده ليه؟ يلا 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 يلا. حرام عليك يا شريف، دي طيبه وبنت حلال، بتخاف عليا، ما بتخلينيش ليله انام من غير ما اشرب اللبن. دي باينه على امها بتبيع لبن، مش لاقي زباين غيرك. يا شريف بيه. شريف بيه. اهلا 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 حموده بيه، اهلا وسهلا. يا باشمهندس. يا سيدي. يا باشمهندس شريف. اهلا 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 يا فندم. الف مبروك. الله يبارك فيك. عقبال 100 سنه. الله يخليك. شكرا والله. شكرا. الف مبروك. في حاجه؟ سيادتك بقى لما دوقت الشطورته بتاعت عيد جوازك. الف مبروك يا شيخ. الله يبارك فيك. ولو اني عامل رجيم لك الندوم. لا لا يا شيخ. ثانية واحدة. سوري يا باشمهندس. لا لا دونت وري يا سعد. يا ترى قلة الخلفة دي عشان تستعملي حبوب من الحمل؟ ابدا، ده انا عمري ما استعملتها. امال ايه الحكاية؟ يبقى جوزك مصين عليكي بقى ولا ايه؟ حرام عليكي، ما حصلش. يعني جاي يا شريف بيه، مش تعرفنا بالقمامير الحلوين اللي هناك دول؟ حضرتك قصدك على مين بالظبط؟ قصدي على الطعمه اللي زي ضغطة القشطه الطويله اللي عامله ورده على جنب، اللي جنبه ام ترت الاحمر. اللي جنبه ام ترت الاحمر دي؟ ايوه الطعمه دي بقى تبقى مراتي. مين؟ سوري. دونت وري. امال ايه السبب في انك ما خلفتيش لحد دلوقتي؟ امر ربنا. لا، يظهر ان جوزك مشغول عنك بواحده تانية واخده كل وقت. يا شيخه حرام عليكي، ده راجل دغري، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، ده حتى يا عيني بيرجع تعبان وهلكان. سلامة عينيك، انت بتكلم الكلام ده؟ قعدتك معاه اهم من الشغل، اذا كنت عايزه تجيبي لك حته عيل يمنع عليك البيت. ما انا كمان بيصعب عليا لما يرجع تعبان، ما برضاش اسهره. لا تسهريه النص، اتلحلحي كده. ايش لخ؟ تفتكري؟ طبعا. اذا كان كده مش هخليه يدوق طعم النوم. شريف شريف، شريف.
عملت بنصيحتك بالظبط. ادعي لي يا كريمه، نفسي في عيل. عارفه لو خلفت بنت هسميها باسمك، ولو خلفتي ولد هسميه باسمك برضو، كريمه. باي باي. ضروري عشان مشروع المدينه السكنيه. حضرتك عيان جدا. طب خد اجازه وروح البيت. بيت؟ بيت ايه بس؟ ده انا عايز اجازه من البيت. صوري بعد الهيصه دي كلها وما حصلش. مش عرف. الظاهر مش مقسوم يخلف. طب ما تروحي للدكتور يا احلام. مش يمكن العيب من شريف. طب ما تخليه هو كمان يروح للدكتور. استني انا هكتب لك على عنوان 2 دكاتره، تروحي انت لوحدك ويروح هو لوحده. ميرسي قوي يا كريم. قالوا البياض احلى ولا السمر احلى، قلت اللي شاريني جوه العيون يحلى، جوه العيون يحلى. تراري تيرارا تترارا شاطره تريح نفسها من خلف ستها وعرف عيالها. ازاي؟ انا اقولك ازاي. تعملي زي كده، بصي هوريك دلوقتي حاجه. حبايه البدريه ده، قلبك كوبايه بدريه. كحبوب منع الحمل يا حبيبتي، يعني الواحد ياخد منه. ستي ما تحبلش، ربنا ما يحرمك من العبط. انا اقول لك يا ستي، انا كل يوم اخد حبايه من دي احطها في كوبايه اللبن لستي تقوم تشربها، تقوم ستي بقى ما تحبلش، وانا بقى ارتاح من دوشه العيال وخلفتهم واقرفهم. فهمتي؟ اه اتاري ستك ما بتخلفش. قولي يا بنت، ستك عارفه الحكايه دي بقى؟ يخرب بيتك، لا هي ولا سيدي طبعا. اوعي تجيبي سيره لحد لقطع رقبتك، فاهمه؟ وانت كمان اوعي تجيبي سيره لحد. عن ايه؟ استنى وده اقطع خلفه ستي من بكره كده. انت بقول لك ايه؟ خدي دي وادعيلي. ما تسكتي عيلي بعيط ده، انا مش عارفه انام. يا سلام، قد كده بيزعجك صوت العيل؟ حاضر يا سيدي.
ممكن بقى تكملي ميلك وتطفي النور؟ يعني ايه؟ مش عايزني اقرا كمان؟ حاضر يا سي شريف. ايه احلام تاني؟ شريف هات ايدك يا شريف، بص الولد بيلعب. يا احلام هو ايه بس اللي بيلعب؟ قلت لك 150 مليون مره بطلي الاحلام الكاذبه دي وشيلي بقى المخده دي من بطنك. يا اناني يا وحش يا عدو الطفوله، خلاص ما تجيش جنبي خالص، مش عايزه اشوفك خالص. احلام احلام يا حبيبتي، انا عارف قد ايه انت بتحبي الاولاد ونفسك تخلفي، بس مش معنى كده انك تحبلي في مخده وتخلفي شريك كاسد. ما هو من خيبتك انت باين عليك ما بتخلفش، ولازم تروح للدكتور يا شريف. لا اسمعي بقى، وكمان انا سكتك طول الوقت ده، انت اللي ما بتخلفيش وانت اللي لازم تروحي للدكتور. طب هاتي نفسك بس يا احلام، ما تزعليش يا حبيبتي، انا كنت بهزر معاكي بس انا بهزر معاكي، حاسس حالي العيلة مفطشة. اي خدمه؟ كشف من فضلك. للمدام؟ مدام؟ اي لا ليه انا بس مستعجل لو سمحتي. طيب دقيقه واحده، اتفضل حضرتك استريح. شكرا. اتفضل. اتفضل استريحي. اتفضل حضرتك على الكشف. حلو قوي. اتفضل حضرتك على الكشف. على اذنك شد حيلك. اتفضل. شوفي يا اخت الراجل اللي ما بيخطيش على دمه، هي قالت دكاتره رجاله ولا ايه؟ وعاوز يا اختي الدكتوره تكشف عليه. يمكن بيتوحم. بيتوحم؟ من فضلك يا مدموزيل انا مستعجله قوي. اتفضلي يا هانم جهازي. امال فين الدكتوره سعاد؟ دكتورة سعاد؟ مش دي عيادة الدكتورة سعاد؟ أنا الدكتورة سعاد. أنا آسفة أوي، أصل ما كنتش عارفة إن حضرتك. عشان اسمي سعاد يعني؟ أصل ماما ما كانش بيعيش لها صبيان، قامت سمتني سعاد عشان أعيش. اتفضلي. بس أصل يا دكتور أنا مش عارفة. إيه يا مدام؟ إيه؟ ده أنا دكتور. وجسم المرأة عندي عبارة عن جهاز مكون من دم وجلد وأعصاب، ثم إن الممرضة موجودة معانا في الأوضة. اتفضلي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. اتفضل. شكرا. يجعل أمر إن شاء الله. يا أستاذ أبوك ما تعطلنيش أكتر من كده. اتفضل. طب وأنا معطل حضرتك في حاجة؟ اتفضلي حضرتك شوفي شوفي. هو انت جاي ليه بالظبط؟ سبحان الله، هكون جاي ليه يعني؟ عشان اكشف طبعا. طب اقلع. اقلع؟ ايوه. طب مش لما يجي الدكتور احسن؟ دكتور؟ دكتور منين؟ دكتور عصمت صاحب العياده. ورضا دي حالتها تعبانه قوي. انا الدكتوره عصمت. نعم. ايه عجيبك؟ عمرك ما سمعت عن واحده ست اسمها عصمت؟ لا سمعت طبعا، بس اصل يعني حضرتك مش ست يعني. نعم. لا قصدي اقول يعني مش راجل. طب اتفضل يا إيه. حاضر. ألف 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 مبروك يا مدام، نتيجة التحليل طلعت إيجابية. تقصد إن أنا طبيعية؟
مية في المية. يعني ممكن اخلف؟ ده استثناء. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك يا دكتور. امال ما بخلفش ليه؟ لازم السبب هو جوزي. فهمت. يا خساره يا خساره. لكن انا عايزه اخلف يا دكتور. نعم، وهتخلفي ازاي؟ من جوزي. مش ممكن يا مدام طالما جوزك عقيم. بس انا بحب. ارجوك يا دكتور قول لي اعمل ايه. مفيش غير طريقه واحده. امال ما بخلفش ليه مع اني متجوز مراتي بقالنا 3 سنين؟ الاجابه المنطقيه ان المدام عقل. اكيد بقى هو ده السبب. امال ايه الحل يا دكتور؟ مفيش يا استاذ غير طريقه واحده وهي التلقيح الصناعي. نعم، يعني تخلفه طفل صناعي. طفل صناعي؟ انا بصراحه اسمع عن السمن الصناعي، الحرير الصناعي، انما طفل صناعي ده. الشرح العلمي ببساطه هو تلقيح الحيوانات الذكريه في رحم صناعي. ممكن بس حضرتك تفهميني اكتر راسيها حكايه التلقيح دي؟ يعني مش هفهمك ازاي. يعني بمنتهى الاختصار يا مدام، ممكن تلقيح البويضه بحيوانات منويه قادره على الاخصاب من خلال انبوبه. ودي نجيبها منين يا دكتور؟ من اي شخص قادر على الانجاب. قادر على الانجاب؟ يا خبر، يعني اخلف من واحد غير جوزي؟ ما هو جوز حضرتك ما بيخلفش. وافرض انه ما بيخلفش، او ما خلف من راجل تاني؟ يا هانم، ده راجل متطوع، لا تعرفيه ولا يعرفك، كل العلاقه اللي بينك وبينه انبوبه. انبوبه؟ وكمان اخو جوزي مع انبوبه؟ انت بتقول ايه يا دكتور؟ ده الحل الوحيد لمشكلتك. معقول الكلام ده؟ هو مش معقول ليه؟ يعني انا والست اللي تمام، وبعدين نحط السائل في الانبوبه. مظبوط، وبعدين يتم التلقيح بالانبوبه. وانا حقناها ازاي بحكايه الانبوبه؟ وايه المانع؟ اصل اولا مش لازم مراتي تعرف انها ما بتخلفش، والا ممكن يحصل لها صدمه تروح فيها. ثانيا انا لا يمكن اقبل ان مراتي تشاركني فيها انبوبه، ده انا كنت اقتلها هي والانبوبه. اسفة يا استاذ، ده الحل الوحيد لمشكلتك. هقول لها ايه دي بقى؟ هقول له ايه؟ اسمعي بقى يا حلاوة. لا، جامدة أوي دي. أحلام يا حبيبتي. أنتِ عارفة كويس أوي قد إيه أنا بحبك وما أقدرش أستغنى عنك. لكن بما إنك عاقر وما بتخلفيش. لا، تقيلة أوي دي. تجرحها. توجع كرامتها. هقولها ايه بس؟ ايوه، فكره هايله. هقولها ان انا اللي ما بخلفش. لا حرام، جامده قوي لو قلت له انت ما بتخلفش. مش معقول. اجيبها له على بلاطه، لكن كده بجرح كرامته. شريف، ايه رايك يا شريف يا حبيبي في اطفال الانابيب؟ فكره هايله يا روحي.
ثم دي زي شكة الدبوس. وبعدين الست اللي هتطوع لل لا شفتها ولا شافتني ولا عرفها ولا تعرفني. والراجل اللي يعني لا اعرفه ولا يعرفني ولا هيشوفه ولا هيشوفني. وطبعا انت مش معقوله هتغيري من واحده انا لا هلمسها. ايوه يا احلام يا حبيبتي مش هلمسها خالص غايه ما هناك ان انا هديها انبوبه. نعم ما انا عارف احلام دماغها زي الطوب ولا يمكن توافق على حاجه زي كده. التصميم يا باشمهندس. ايوه التصميم. مالك يا باشمهندس؟ لا 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 ما فيش حاجه. سميره ممكن تنقذيني من الورطه اللي انا فيها دي؟ خير ورطه ايه كفى الله الشر. لا ما انا مش ممكن اقول لك. ليه ده ناس كرتارتك. احكي لي فضفض لي. فيكي من نكتم السر؟ في قلبي هنا وسلمك مفتاح. اصل الموضوع حساس شويه. ارجوك ما تنكسفش مني ده ناس كرتارتك وخدمتك. شوفي بقى اصل انا عايز اخلف ولد. يا حبيبي حتى في الغزل ما عندكش وقت؟ اصل مراتي ما بتخلفش بس انا عايز اخلف ولد. انا موافقه. موافقه؟ اسلوبك جميل قوي يا حبيبي. انت بتعرض عليا الجواز. جواز؟ انت مش بتقولي انك نفسك في ولد ومراتك ما بتخلفش؟ ايوه بس ما اتكلمتش على الجواز. يعني ايه عايز اخلف لك ولد من غير ما تتجوزني؟ لا 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 انا هفهمك الموضوع كويس قوي. اصل انا هديلك انبوبه. اسمعي بس ما كملتش كلامي. مش عايزه تاخد الانبوبه. عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. ايه يا ترى؟ كنت عاوز اقول ايه يا حبيبي؟ تصبحي على خير. ايه وانت من اهله شريف؟ ايوه احلام. اتغطى يا حبيبي. ما انا متغطي يا احلام. احلام. ايوه. بقول لك ايه، انت بتحبيني يا احلام؟ امال ايه اللي خلاني اضحي بكل اللي تقدمه لي واتجوزك انت؟ حتى لو كنت ايه؟ يعني حتى لو كنت يعني ما بخلفش. يا حبيبي انت عرفت؟ نعم. ارجوك يا شريف يا حبيبي ما تتضايقش. دي صدقت شريف يا حبيبي ما تخافش قوي كده. سواء خلفنا او ما خلفناش انا هفضل طول عمري احبك. شكرا. ثم دي مشكله حلها في غايه البساطه. ازاي بس يا احلام؟ انا بقول نخلف طفل انابيب. برافو فعلا هو ده احسن حل. ده حتى طفل انابيب ده بيطلع عسل لانه بقى بيبقى متنقع على الفراسه. بس يعني ما تضايقيش يا حبيبتي. هتضايق من ايه؟ ده مجرد انبوبه. يعني ما فيناش من غيره؟ بالعكس انا خايفه لا تغير عليا انت. انا؟ لا ابدا ابدا. اغير من ايه؟ اغير من حته انبوبه؟ ده حتى الراجل اللي هخلف منه راجل مجهول لا اعرفه ولا يعرفني. نعم يا اختي الراجل اللي هتخلفي منه؟ مش منه يعني منه انا شخصيا مش هشوفه وهو مش هيشوفني مش هيلمسني خالص يا حبيبي. حبك بص ده انا كنت طقطق مزمرت رقبتك. ده انا كنت اخلي عزاك السنة اللي فاتت. انبوبة؟ عايز تخلفي لي عيل من انبوبة؟ ليه؟ عشان ما يلعب على العيال في الشارع يقولوا له يلا يا ابن الانبوبة؟ بلاش كلام فارغ. معلش يا شريف يا حبيبي ما تزعلش نتبنى عيل. اتخمدي نامي. Thank you.
احب اقول لكم ان اداره الملجا وافقت على طلب التبني اللي انتوا كنتوا مقدمينه. اتفضل. الالبوم ده فيه جميع الصور للاطفال اللي موجوده في الملجا. اتفضل شوفوا واختاروا لهم. ولو اني انصحكم انكم تاخدوا ولد ممتاز، ولد كويس جدا يليق بناس اكابر وطيبين زي حضراتكم. الولد ده اسمه سنسي، انما ايه، ولد ممتاز ممتاز. شوف حضرتك، بص يا هنا، اتفضل حضرتك شوفي صور، شوفي ظريف قد ايه، ولد كويس جدا جدا. اتفضل. اسمه حلو قوي. الله، ده شكله كمان حلو زي اسمه. ده تصوري كانه طلع لي بالظبط. ايه رايك يا احلام؟ يجنن يا شريف، انا اتعلقت بيه من قبل ما اشوفه. الولد ده بقى مطيع جدا وبيحب النظافه قد يعني. هو المهم بس انه ما يبقاش شقي. ده اهدى طفل عندنا في الملجا فعلا يا شريف. شوف صورته، ملاك بريء. ده لا ابدا، مفيش حاجه بتظهر عند الجيران اللي جنبينا. الولد ظريف جدا وهيعجبكم قوي. ثانيه واحده، انا هجيبه لكم. ثانيه واحده هجيب الولد. ظريف جدا. مش عارف ازاي كده يا احلام، الولد سنسل ده مديني احساس ان انا عايز ابوسه واكله في نفس الوقت. متهيألي ربنا هيعوض صبرنا خير يا احلام. ان شاء الله يا شريف. شوف قسوة الدنيا، طفل زي ده ابوه وامه يخلفوه ويرموه، واحدة زيي يبقى نفسها في عيل لكن يبقى جوزها من النوع اللي ما بيخلفش. يا سلام، شوف ازاي. انا اسفة يا شريف يا حبيبي، يقطعني. سنسل سنسل، اهدى. فين سنسل؟ ثانية واحدة. يا فندم، ايه اللي بتعمله ده؟ معقول عايز تخبى في الفرن؟ مش بعيدة ست هاني اللي عملها قبل كده. فين يا تفيدة؟ فين سنسل؟ معرفش يا ست هاني، يجري مني وانا بحميه. معقول؟ معقول يا ناس؟ معقول الكلام ده؟ في ناس جاية تتبناه، اهل الجداد عايزين يشوفوه. يا ست هانم حرام، هو قاعد مبسوط معانا هنا في الملجا. لكن انا بقى مش مبسوطة، ده انا ما صدقت اني لقيت ناس يتبنوه. يا ست المديرة حرام، ده مهما كان سنسل متربي معانا من صغره، مش حرام نرميه عند ناس اغراب؟ الله اعلم هيربوه ولا يمرمطوه. مالكيش دعوة انت بحاجة، ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. لو ما باتش سنسل انت المسؤولة، ويمكن اسودك كمان. لا يا عم، مفيش داعي للأذية، أنا تحت أمرك. سنسن سنسن يا حبيبي، ده أنت اتفتحت لك طاقة القدر. عارف يا سنسن، في بابا وماما جداد جايين عشان يربوه، ناس زي العسل حلوين أوي. تفيدة تعالي بسرعة يا تفيدة، لابسيه دوب وخاصلين على المكتب. ها، معلش يا شريف. أنا أصلي ما كنتش أقصد، دي غلطة في لساني. ستي دي جت فين بس وراحت فين؟ ايوه انا اسفه جدا، انا كنت بس بجهز اوراق التبني. حالا الولد هيجي. اتفضل سيادتك، اتفضل اتفضل يا اسماعيل. حالا هناخد الولد معاك باذن الله. حالا يا حبيبتي المديره. ايوه، اوراق التبني لسه ما استوفتش، عاوزين شهاده من اثنين موظفين تؤكد بان دخل الزوج مناسب. كويس قوي، هجيب الشهاده واجي لكم بعد يومين. لا انت هتاخد الولد وانا هتصرف، اصل كمان مش معقول يعني واحد زي سيادتك ما يكونش عنده دخل كافي. لسه يا فندم التقرير المشرفه الاجتماعيه ما وصلش. خلاص كويس قوي، التقرير لسه ما وصلش. لا 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 حضرتك بس استنى، انا هتصرف. التقرير ده وصل، انا سالت. اتفضلي هات الولد. ايه ايه هات الولد بسرعه. ايوه معلش يا حبيبي. سنسن يا حبيبي، اوعى تتشقى هناك. هم عايزين يودوني بيت تاني هادي، علشان هناك فيه شوكولاته ولعب، بابا وماما جداد هيحبوك خالص. يلا حبيبي. الولد ظريف جدا وهادي جدا ورقيق قوي وشكله جميل، جميل جدا. هاخد سنسن. سنسن، ايه رايك يا شريف؟ لطيف، لطيف قوي. خلاص يا تفيده، روح انت شوفي شغلك. انت بابا الجديد ده يعني اذا ما كانش عندك مانع. انت ماما الجديده؟ ايه مش عاجباك تحب تطلقها؟ لا مفيش داعي. اه على رايك. يا
حبيبي هات بوسة لماما يا روح ماما. ايه 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 ده اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ متأكدة من الطفل ده يا مدام؟ طبعا يا فندم طفل بس هو يعني بيحب يهزر شوية. وده برضه هزار اسمه هزار ده هزار ده؟ معلش يا فندم هو غريب جدا بس في حاجة يا مدام؟ لا يا فندم بيهزر يا فندم بيهزر. اتفضل يا فندم اتفضل حضرتك انزلنا هنا لو سمحت انزلنا هنا هنا اتفضل اتفضل حضرتك انزل لو سمحت ايوه اتفضل ألف مبروك يا فندم. مبروك يا سنسن. الله يبارك فيك. سنسن يا حبيبي أنا عايزاك بقى إيه تكون ولد لطيف وصريف ومؤدب عشان ماما وباباك عشان ماما وبابا يحبوك ويجيبوا لك كل الحاجات اللي نفسك يجيبوا لك شوكولاته وبونبوني وكل حاجه زي ما انا كنت بجيب لك بالظبط فاهم يعني؟ اتفضلوا حضرتك دلوقتي انتوا روحوا وبعدين انا بعد ما اخلص كل الاجراءات هبقى ابعت لكم الولد اتفضل اتفضل متشكرين بالعفو اتفضل باي باي مع السلامه مع السلامه تقدر بقى تفهمني ايه الهباب اللي انت بتعمله عشان جدل شويه يطلع له شنب وادور على المحلات اشتري له لعب وانا مش عارف اشيل نفسي قميص وليه ما تكونش بتحب سنسن يا اعظم اب في الدنيا اعظم اب والنبي روح بس وضبين الغدا يوه التلاجة عندك يا شريف كل اللي انت عايزه زمانهم جايين وجايبين سنسن معاهم وانا لسه ما وضبتلوش اوضته انا كنت متاكد ان من ساعه ما الواد هيجي البيت وانا هتحط على الرف يا بدريه افندم دعم الاستاذ حضري لي لقمه كلها اسفه يا استاذ انا مستكيله نعم يا اختي مستكيله ايوه انا ما بشتغلش في بيت ولاد وهم فين الولاد دول انتوا مش بتقولوا ان في طفل جاي في السكه بتقول ايه دي او ماله ده طفل هادي جدا زي الملاك ايوه ايوه واسمه سنسن لا بيش ولا بينش ولا بيحط دل الست المديره ولا حاجه خالص اسفه يا استاذ انا بعد اللي شفته في البيوت من العفاريت دول قررت ان انا ما اشتغلش في اي بيت فيه عيل حتى لو دفعوا لي 1000 جنيه اخص عليك يا بدريه يهون عليكي تسيبينا بعد عشره 3 سنين ما هو كمان ما يصحش يا ست هاني بعد شغلي 3 سنين معاكم تفاجئوني بعيل فعلا عندك حق هي قله ذوق مننا مالكيش حق يا احلام انت لازم تستاذني بالبدريه برضه على العموم رواقي دمك كده وما تتسرعيش مش يمكن انت ما تعجبهوش قومي فينك نعم ما عجبهوش ما يحكمش انا بعد الكلمه دي ما مش قاعده هنا ولا دقيقه واحده مع الكلام بس يا بدريه انت هتحبي سمسم قوي انت زي النسيم ولا نسيم ولا انا ماشيه مع السلامه النسيم وصل اهلا وسهلا يا سعاده البيت اهلا وسهلا نورت وشرفت اهلا يا حبيبي تعالى يا راح يا اختي اسمح يا فندم تفضلنا على الاقرار ده امضي على ايه تاني ما انا لسه ماضي امبارح هو عيل ولا عماره يا فندم اللي مريت عليه امبارح كان اقرار بالموافقه على شروط التبني انما ده ايصال بالاستلام اتفضل لو سمحت امضي بقى يا شريف وخلاص امضي بقى يا شريف وخلاص اهو ماضي شريف لما نشوف هيحصل ايه شكرا يا فندم مع السلامة الله يسلمك سلام لمؤاخذة كده يا سمسم اسف يا دادا اسمحي لي استهان ابقى اجي اطل على سمسم طبعا قوي قوي في اي وقت انت هتسيبيني يا دادا معلش يا حبيبي بابا وماما سمحوا لي اجي ازورك باي باي شايف جماله شايف حلاوته ربنا يبرح فيه البركه يلا يا حبيبي تعالى اوديك الاوضه بتاعتك وتتفرج على الهدايا اللي بابا جايبها لك اختي
ماما ماما. نعم يا حبيبي. انت خارجه قبل ما ابوظك واقولك كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا حبيبي، انما ايه المناسبه؟ انت ناسيه ان النهارده عيد الام. يا حبيبي ربنا يخليك ليا يا رب، ما يحرمنيش منك. ويخليكي ليا يا ماما. ثانية واحدة. اتفضلي. لا مؤاخذة، هدية صغيرة اشتريتها لك من مصروفي، ولما أكبر هجيب لك هدية قد كده. ربنا يخليك ليا يا سنسن يا حبيبي، هديتك دي عندي بالدنيا كلها. دي البطاقة بتاع سيادتك؟ أيوة يا فندم، ما هي صورتي عند حضرتك أهي. واسمه إيه المولود اللي أنت عاوز تسجله؟ اسمه سنسن. سنسن؟ سنسن إيه؟ إذا كان بقول لحضرتك ابني هيبقى سنسن مين يعني؟ سنسن شريف عزم. ذكر ولا أنثى؟ إذا كنت بقول لك ابني يبقى أنثى إزاي بس؟ والله يا أستاذ الواحد اليومين دولت ما هو عارف الذكر مين النتاية. في دي بقى معاك حق. علي يقوم مبروك ويتربى في عزة. متشكر. والمولود ده اتولد امتى؟ من 6 سنين. ايه؟ من 6 سنين؟ ايوه من 6 سنين. وجاي النهارده تسجله؟ اصله جالنا امبارح بس. ازاي يجي لك مولود امبارح بس وعنده 6 سنين؟ ايه؟ جالك في البوسطه؟ لا لا، ما انا حفاهم حضرتك. انا اصلي متجوز بقالي 3 سنين ومراتي ما بتخلفش. انت متجوز بقالك 3 سنين؟ ايوه. فجالك مولود امبارح وعنده 6 سنين. طب وايه الغرابه في كده؟ لا ولا حاجه. حضرتك تعمل ايه بالظبط؟ طب استنى بس يا استاذ، ما خلصنا. انا هرجع هاخد اجازه مرضي. انت هتجيب مني يا اخويا؟ ده باين غبي قوي. هات عن منك يا سنسن وهخاصمك اما قلعتك. يا ماما عيب. يا شريف يا حبيبي ما تتكلمش. انتوا جايبيني هنا عشان تحبوني؟ خش بس يا شريف. والله يا غلاب. لا ايه يا غلاب؟ في ايه؟ مش عايز استحمى. بس استحمى يا ابني نسمع كلام. تعالى تضليت كده يا يلا يا حبيبي ما تعطلنيش. انت لسه صاحي يا حبيبي؟ معقول انام قبل ما ابوسك وتحكي لي حدوته قبل النوم؟ طبعا يا روح. بقى مش عارف تلاقي لنا شغاله يا شريف. لفيت الدنيا لما احكيش، مفيش ولا شغاله قادره تشتغل في بيت فيه عيب. بقول لك ايه يا احلام؟ ما تيجي نرجعه تاني. اخسى عليك يا شريف، ده مالي علينا البيت. مالي ايه بس؟ ده مالي مشاكل. قلب البيت لعب فاتناش. انا على اخر الزمن اشتغل مرمطون عشان ايه ده؟ انا شغل احتياط. الفراخ فراخ. طب انها متخمت. انا بحبك قوي يا بابا. انت بس لما كنتش بتقول الكلام ده. اسمع يا سيدي، كان يا مكان في سالف العصر والاوان واحد باش مهندس محترم، انما يا عيني متجوز واحده مجنونه. قعدوا 3 سنين ما يخلفوش وكانوا مرتاحين اخر راحه. وبعدين وبعدين كمل يا بابا، دي حدوته حلوه خالص. هكمل يا حبيبي. وبعدين جالهم ولد، انما جالهم
هنام خلاص. ايوه كمان انت بقى الحدوته. يا حبيبي حبيبي. تعالى تعالى كل جيلاتي زمانه ساح. شفت اهو ساح اهو. انا مش قلت لك 100 مره بلاش القهوه بتاعتك دي؟ اسف يا ماما.
احلام. ما تخافش يا شريف، ده فاكرك غريب عن البيت. وكمان بقيت غريب في بيتي. اللي جاب الوحش ده هنا؟ ده ريكس. ريكس؟ ايوه يا بابا، ده ريكس صاحبي. صاحبك؟ وانت من امتى تصاحب الاكبر منك؟ وصاحبك منين ده؟ ده ريكس اللي كان عند مينا، سمسم شافه اتشعبط فيه. اتشعبط فيه؟ الكلب ده يسيب البيت حالا والا هتصعبط فيه كنتوا الاثنين على الاسم. انا ما وجهلكش انت كلام. يلا يا سمسم يا حبيبي، خد ريكس واطلع العب معاه بره. حاضر يا ماما. يلا يا حبيبي، هجيب لك شوكولاته. تجيب له شوكولاته؟ ما هو انا الكلب في البيت. هدي نفسك بس. حاضر يا حبيبي. ادخل. مساء الخير. انا فاكرها الشغاله الجديده يا بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، نورت البيت. نور مصحابه يا سعاده البيت. اتفضلي اتفضلي. تعيش يا بيه، ربنا يخليك ويديك الصحه. اتفضلي يا واد، استريحت. تعيش يا بيه. اهلا وسهلا. امال الهاني فين يا بيه؟ لا مؤاخذه، انا ما بحبش اشتغل عند عزاب. لا بالناحيه دي طمني خالص، انا متجوز. والمدام جوه حتى. هي احلام. 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 ايوه يا شريف. دملك فاكيهه شغاله جديده. اهلا اهلا اهلا، سلامات. اهلا بيك يا ستات. والله بنتي ايفه يا شيخه، والله بنتي احلى. شريف اتفقتوا على النهايه؟ لا اكلمها. وحضرتك بقى تحبي تاخدي كام في الشهر يا مدام فاكيهه؟ مزمزين يا بيه. لا مؤاخذه، العتب على النظر. تحبي تاخدي كام في الشهر يا مدمزيل فاكيهه؟ اللي تقول عليه يا سعاده البيت. اديها 90 جنيه. ها؟ لا لا، 100 جنيه 100 جنيه. ده طبعا غير العلاوات والبقشيشات وبدل الزفر. وعشان تكوني مطمنه خالص اتفضلي، ادي ماهيه شهر مؤدب. لو اني باخد بالدولار، لكن شكرا يا بيه. لا مؤاخذه، في ده السؤال، عندكم اولاد؟ ولد واحد. ايوه، لا بيهش ولا بينس. امال هو فين المحروس؟ موجود طبعا. سنسن سنسن. انا هنا يا بابا. انت فين يا حبيبي؟ هنا فوق النجفة. يخرب بيتك. يخرب بيوتكو، ده مضيف عن نجفة، مين يشتغل عندكو؟ ولا حقرب؟ خد فلوسكو هم. بس يلا. بس نفسك بس. انا مش ناقصة. هدي نفسك يا مدمزيل. يا عمي مين يشتغل عندكو؟ يا مدمزيل. أعوذ بالله، انا ناقصة؟ أفضل يجي عن نجفة ايه؟ اللي شرط عينه تجني، طلبت منه قال لي حني، اللي شرط عينه بتجني، اقول له ناظر يقول لي حني، تجني تحني، تجني تحني. ايه الهباب اللي انت بتعمله ده؟ مزيكا حلوة خالص يا ماما. انت جايب لنا ممنوعات لغاية عندنا في البيت هنا؟ اتفضل قدامي. عايز اروح ال انت ما تقعدش حاجه خالص لغايه ما اخلص تصميم. يا بابا اخلص خالص. ما حدش هنا فاضي يرد عليكم. انا بشتغل في التصميم ومراتي نايمه وسنسن متكتف وريكس محبوس في الحمام وغالبا حاطط على النمره غلط. بتقول ايه؟ اهلا اهلا حمودة بيه، اهلا وسهلا. والله لسه بشتغل في التصميم دلوقتي حالا. بابا انت تخلص خالص. ايه؟ لا لا لا، مش قصدي عليك يا حمودة بيه، والله انا بكلم سنس المتكتف على عينه. على كل حال انا حاجة ازورك في البيت يا باشمهندس علشان اشوف التصميم. ارجو ان ده ما يكونش يزعجك يعني. ده احنا يحصل لنا شرف يا فندم، ولو اني خايف عليك من الازعاج. طبعا يا فندم طبعا، تحت امرك. مع السلامة. اعمل اللي تعمله، انا مش فاضيلك. يا عم ارحموني.
اتهوست بيها دي. اتفضل يا سيدي. يا فاكر القرف. يلا يا سيسن يا حبيبي، شيل لعبك وخش اوضتك لحتى نضيف زمانه جاي. يظهر انه جه. يلا يلا.
ادي ميه وادي اكل، تقعد هنا لغايه لما ربنا يسهلها. ها ما حد سهل عليك في التليفون؟ اقول له ايه؟ تليفون؟ انا ان ما بطلتك النكت البايخه بتاعتك دي. انا مجرم، انا قليل الادب فعلا يا بابا. انا مش عارف ايه اللي خلاني عملت كده، بس قله ذوق من حضرتك. انت ما عندكش قلب، ما عندكش ضمير. عندي طبعا. ما تصلح غلطتك يا ابني بدل انت مشرد ولاد الناس. ايوه بس انا مش عارف الاقيك فين دلوقتي. انا موجود هنا في شنطه العربيه، انا موجود تحت امر. دي بقى قهوة العيال مخلصين وارباب الصوابع الدليل الوتن. نطشت. ربنا يكرمك يا معلم. يا ست امرك يا عمونا، طلبات السيادة. عايز واحد حلبة قهوة بندق؟ لا لا، واحد تعمير حمي. عفارم عليك، واحد تعمير حمي سيد المعلمين. مالك يا معلم ولا عايز سادة؟ لا سكر زيادة. وجد تعمير حمي مشغولة سيد المعلمين. بزرع بزرع ارعى ولد، ده انا هضحك عليك القهوة. بصرة كومي. اتنين كومي؟ في كوتشينة فيها اتنين كومي؟ ده من قهوة تانية. انت بتسأل فين يا علاء؟ تعمير اخر عظم. اسكت. خد يا قهوة. عمرك يا معلم. ده عشانك. متشكرين يا سيد المعلمين. بقول لك ايه؟ خدامك يا معلم. عايزك تدلني على عيال مخلصين. بصرة. ارمي ارمي. ولد
اديله على قفاه على قفاه راحت العشرة. هات بريزة هات بريزة. ده حرام. انا حرامي؟ اه حرامي. حرامي ليه؟ اتنين كومي في الكوتشينة، الكوتشينة بتولد. ايه ده عايز تاكل عرق جبيني ولا ايه؟ فين عرق جبيني؟ انا مش شايف انك عرق جبيني، انت قاعد شغال لي، ده انا مربيك يا غلط. الله الاتنين كوب انا جايبهم من قهوة تانية فيها ايه؟ احنا ما تخليناش من قهوة فينا. عيب يا عقل تتخانقوا على باريزة؟ يترزقكم تحت رجليكم؟ باريز واحد هو شافها؟ جدع القاعد هناك ده عايزكم في هبشة آخر حلاوة. هبشة؟ يعني ده مش بذرة؟ لا ده مش بذرة. فبس حاجة مش بذرة يا لك. بتدور على ايه؟ بتاعها كانت هنا. لا مش بذرة. بتاع ايه؟ مساء الفل يا معننة. اهلا. الهبسه اللي انا عايزكم فيها يا هاجر. يلا عادي تتخانقوا على بريزه. هتكسبكم نص قرنك. نص قرنك نص قرنك. دي ايه؟ صنف. خطف عيل. عيل؟ عيلة ايه؟ ايه يا عيل؟ نعمل ايه؟ ابوه بيحبه موت وغني قوي. يعني لعب الدية بقى. فالح. انتهى لوحدك. قلتوا ايه؟ طب ايه الخرطة؟ الخرطة انا هنظمها واضبها، واللي هقول لكم عليه تعملوه يا غجر. ده بيقصدنا. خليك انت هنا يا سلام، هجيب حاجة وارجع لك على طول. الولد في العربية. الصرف ده ممكن تصرفوا بيه على سنسة، وفي جواب تبدوروه بعدين، وحصوكوا عينكوا تأذوا الولد، وانا حابب افوت عليكم في القهوة واعرف اخباركوا ايه. يلا بسرعة بقى قبل ما الواد يقلق. انت بتحط؟ طب ها هديك لبابا بس بعد ما ناخد الدقية بتاعتك. ايه ده؟ ولا اسحب هناك. نعم اسحب. انت هتدوق لي ما تسحب هناك. يعني اسحب هناك ماشي يا بلد. هتشتغل ده الجيل المقاريف ده. وريني الظرف فيه ايه؟ فلوس وبيج عمر اهلك ما شموه. طب نصص نصص نصص. اه يا شمامة هنصص. امال ايه ده الشيك ده؟ ده الجواب اللي اداهولنا ابوه. جواب؟ خد اقراه على معد الفلوس. لكن لكن ايه؟ ايه ده مكتوب بالانجليزي. يا جدع اقرا عادي. اقرا عادي. عربي؟ عربي. انا ماليش تقول عليه. اسمع اقراه انت واديني الفلوس انا اشيلها لك. اتفضل. من المعلم الكبير الى الصبيان وعقله وحرنكش. عليكوا واحد، الولد اللي خطفتوه ده يا معلمين ملوش اب، وانا خدت فيه مقلب وخلصت منه بفضل غباوتكم.
وفي الظرف ده هتلاقوا 500 جنيه. الفلوس دي سبتها لكم علشان تبتدوا بيها عمل شريف يا صيع. صيع؟ اما نطع صحيح. ده عارف احنا بنشتغل ايه؟ عشان تبقوا بني ادمين وتقدروا تربوا سنسل. واحذركم بشده من اذيه الولد او التخلص منه، لاني واخد لكم صوره وانتوا بتخطفوه عشان تبقى اثبات عليكم في محكمه الجنايات. يعني يا تربوه يا تتربوا. يعني ضحك علينا ابن الهرمه؟ هيربينا اللي زي ما ربناش هيربينا هو. وبعدين ضحك ايه يا اهلك؟ بدل سبعين 500 جنيه حلاوه. حلاوه طبعا. يلا ايه ده الواد فين؟ ايه سرسن 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 ايه سرسن الليان سن 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 نصيب لا يكون هرب من الشباك احسن يبقى عملها بجميله ونهرب احنا كمان. تعال هنا تهرب فين؟ الراجل اللي سلمنا الواد لو عارف ان احنا سيبناه يهرب هيبلغ البوليس ويثبت عليها تهمه الخطف. نسيت انهم صورنا واحنا بنخطف الواد؟ هرسوه. طب ندور عليه وين؟ يا سرسر يا سرسر الواد راح فين؟ الواد راح فين؟ ايه ده؟ يمكن شريف تعال. انت طبعا عارف دادا تفيدة بتاعت الميلة. اهلا بيك يا بيبي. دادا تفيدة كانت جاية تشوف سنسن وانا ترديتها تقعد معانا على طول، اصلها بتحب سنسن قوي وكمان هتشتغل عندنا دادا. اصلا مربيه من يوم ما دخل الملجا وهو طفل صغير يا بيه. وانت عايزه تشتغلي عندنا ليه؟ رفدوكي من الملجا؟ لا يا بيه، دي تفيده بنت طيبه قوي وكمان هتشتغل عندنا من غير ما هي تصور. نعم ايوه يا بيه، كفايه عليا لقمتي وهدمتي بس. لا مش عايزين شغالات. ليه يا بيه؟ السبب لانه تاه. تاه ازاي؟ يوم عليها ليه دي؟ هي مالها يدور ولا ما يدورش؟ تاه ازاي؟ انت لسه صاحية؟ يا ترى انت فين يا سنسي؟ جعان ولا شبعان؟ عريان ولا متغطي؟ بكرة يلاقوه ويرجعوه الملجأ تاني. يعني كان عاجبك شقاوته؟ ده كان نازل تكسير في البيت. وبعدين ما كانش طلاق. تعرفي ان سنسن وحشني قوي يا احلام. ده البيت من غيره خراب، انا نفسي جوايا من غيره خراب. يا ريت ويرجع ويكسر ويدشدش البيت زي ما هو عايز. ده ما فاتش يوم على غيابه وحشني قوي. اخلف ولد تاني زيه ازاي؟ انا تعبت قوي في خلفته. على العموم ما تزعليش نفسك يا احلام، انا اللي استاهل ضرب النار. وانت ذنبك ايه يا شريف؟ ما هو اصل انا اللي صليت المجرمين انهم يخطفوه. يا نهار اسود ومنيل، ليه عملت كده يا شريف؟ وحن عليك. كنت غبي يا احلام، بس اوعدك انا هرجع لك سنسن تاني. ده ابني وابنك انت. روح يا ست المدير. اتخطف قالوا خطفوا المجرمين اللي ما عندهمش رحمه. انت السبب، هتروحي من ربنا فين؟ انت اللي ضيعتي سنسن. وانت ليه تعمل كده؟ سنسن يبقى ابني. ابنك؟ ايوه ابني. طب ليه يا تفيدة عملتي كده؟ قصدك ليه سبته قدام باب الملجأ بعد ما اتولد؟ إنسان اللي حبيته واطمنتله ده الغرض مني ورماني. نفس الغلطة اللي بتقع فيها كل بنت سلم نفسها قبل الأوان. وعشانه اشتغلت تاني عندكم في الملجأ، أسهر جنب سريره وغطي له البيت عرف الملجأ.
انا اسفه تفيده، ما كنتش اعرف. انا وافقت على طلب التبني للمهندس شريف علشان اضمن للولد حياه اسريه سعيده ومستقبل كويس. على كل حال اطمني، انا مش هيبالي بالي غير لما ارجع لك ابنك. تعالي معايا. وبعدين يا جماعه عشان سنه يتخسف احنا قافلين نتفرج، لازم نروح نجيبه. وانا معاك، وانا هجيب مسدس التلي بتاعي واجي معاكم، وانا معايا نبره الدخان. بس هنهرب من هنا ازاي؟ بسيطه، نهرب على بيت المرجع وهي خارجه. هي البتاعه ديت بتشبع ليه؟ اصل انا جعان. تعالوا خلوا عندكم دم فكوني. ما تتلم تلم لزقك على بوزك نفكك عشان تهرب يا روح امك. بالعكس، ده انتوا طلعتوا اطيب من الراجل اللي اسمه ابويا. فعلا لو كان ابوك ده اصيل ما كانش فرط فيك. اولا ده مش ابويا ولا اعرفه، انا متبري منه، ولو شفته هحرمه من الميراث. لا حول الله، ده انت ضحيه يا ابني. تعرف علاجي؟ انا بضرب نفسي 100 برطوشه على غلطه غلطتها في لحظه طيش زي امك بالظبط. انا لو كنت اتجوزت اللي بحبها انا زمان دلوقتي بقى عندي عيل زي القمر زي كده عسل، بس ما كنتش هفرط فيه ابدا. الدنيا دنيا بتلف وبتدور، دنيا كانت ساقيه والواحد فيها طور. حاضر، عارفاه.
تحركني من هنا. علا 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 انا جبت لك اكل يقضينا اسبوع على بال ما نخلص من البلوه دي. تخلص منها ازاي؟ بسيطه، ما دام محدش بيسال عليه ولا عايزه ولا هيسال عنه نتويه. الله يعين الافكار السودا دي من دماغك. انت ناسي ان ابوه مصورنا واحنا بنخطفه؟ ولا حلوه. ايه يعني هيروح للبوليس يقول ده انا شفتهم بيخطفوا ابني ورحت مصورهم صوره تذكاريه؟ ابعد ابعد بلاش هبل. مش هتقرب للواد ده طول ما انا عايش. لك ابعد يا عقله. العقله حرنكش عقله انت هتشفط لي ما تشعل معاك. ما شاء الله بتشتغلوا لحسابكم يا صيع. جاية مع مين فيكم؟ ما خدناش جاي وحياتي بقى كده. اه فسحوه. فسح مين؟ ايه ده انت امين؟ ده انا هتحضح. عاوز انت تقول فين الدية؟ وحياتك يا معلم ما خدنا دية. هتسأل عقلة كمان. وانت يا عقلة مش عاوز انت تقول الدية فين؟ تصدقوش يا معلم ده بني ادم ند خد الدية وخبها بره معرفش فين ورجع. يا رنكش ايه انت قول الدية فين يا حرنكش؟ لا 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 انا هقول لك. اصل بصراحه ابوه ابوه كان عايز يوزعه ويخلص منه. فلوس دي منين يا حرنكش؟ دي اصل انا دخلت جمعيه وقبضتها الاول. الاول؟ ايوه. جمعيه مع مين؟ مع المرحوم؟ اهرب انا قبل ما يخلصوا عليك. انت مش مصدقني ابوه كان عايز يخلص منه وبعدين قال لنا طب روحوا خلصوا منه وراح مدينا دول وقال لنا حدكم الباقي. يا سلام في قبض في الدنيا يسلط على ابنه عشان يتقطع. خدوه يلا. والله ما خبيت حاجه والله ما خبيت حاجه. اصلك معاكم طلع بالغسيل وعجبك. يا ابو الولد يا معلم. ايه انا شفتك فين يا واد قبل كده؟ ما هو شوف يا معلم بدل ما ناذي بعض واتهور عليك وتتهور عليا عشان حته عيل مفعوص زي ده نتفاهم بالذوق احسن. بلاش تحلال يا ابويا. بس يا دي انت هو سيبوه يا رجاله. حلو قوي نتفاهم بالذوق. قول يا حلاوه.
معلم ان الفيلا بتاعتك دي جميله قوي. فيلا فيلا ايه يا حلاوه؟ اه طبعا دي تلاقيها كانت سلاملك من بتوع البشوات بتوع زمان. اسره هتدفع الالف جنيه وتستلم الواد ولا تذبحهولك قدام عينيك؟ اكيد الشباك ده بحر يا معلم. يا سلام طلع بحري طبعا. مش قلت لك يبقى صدقني يا اخي. بقول لك ايه، هتدفع الالف جنيه وتستلم الواد ولا نذبحهولك قدام عينيك؟ قلت ايه؟ مش موافق. يعني ايه؟ يعني تذبحه وتسلقه على فته وتاكله على رحمه. مش بقول لك يا معلم، ده بني ادم ما عندوش رحمه، عايز يخلص من ابنه كده. ليمون على الواد. فين الواد عقله؟ ولاش عرفني. حرام عليكم، انا دمي بيتصفى قدامكم يا كفره. مش باين لهم اثر. يا خراب يا خراب. بس يا دفيده، اكيد هنقدر فيه. اسمعوا، كل شويه مننا يدوروا من ناحيه، انا ودفيده ودول من ناحيه دي، وحضرتك واللي معاكي من ناحيه دي. طب يلا يلا بسرعه بسرعه. يلا انا مش هدفع ولا مليم الا لما اشوف الواد قدامي. اطلق في الحفظ والصون، بس من غير ما تدفع. مفيش في الحفظ والصون. يعني ايه الواد فين بقى يا كفره؟ الله، مش انت الواد اللي كنت بتمسح كيسك على القهوه؟ ايوه هو يا معلم، هو اللي خلاك تتكربس في القهوه. انت تخرب خالص. انت شوفوني وانا كده وش ورايا ورايا. حسيتك يا ابن اللعيمه. اوعى حبيبي، جرالك حاجه؟ ما تخافيش حاجه. ابو الواد خد لنا الصورة واحنا بنخطفه، لو كان اي واد اي حاجة هيودينا في داهية. سليمان دفيدة. سمسم ده ابنك. سمسم ده ابنك يا سليمان. سمسم سمسم ابني ضنايا. ابويا؟ ايوه يا سمسم ده ابوك. ابني ابني ضنايا. ابويا انا ابوك يا ابني، سامحني يا سنسة. انت ليه سبتني كل المدة دي؟ مش هسيبك تاني يا ابني، مش هسيبك عمري. سامحيني انت فيه كل ده بسبب غلطتي معاك. هم دول يا فندم. هم عليهم. امشي 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 اتحرك كده امشي. ولاد يلا يا ولاد يلا. يا لهوي، انت رجعت للهباب ده تاني يا سليمان؟ هباب ايه؟ هباب ايه؟ ده حجر معسل قرديحي عشان نفتكر الطبيخ بتاع زمان. ايه ايه انت كده؟ يا سليمان عيب عيب، لا حد يطب ولا الواد يقطع علينا. اه صحيح، ولاد سنسن فين دلوقتي؟ لازم بيلعب. على فكره لازم نلجمه شويه، أهل البيت دول ناس طيبين قوي، لحسن بعد كده يتضايقوا منه ويقطعوا عيشنا. ما تخافش، شقوته على قلبهم زي العسل، مالكش دعوة. أنا يا عسل؟ عسل الأبيض. تجيبي الأحسن، تجيبي الأحسن، تجيبي الأحسن. خد يا حبيبتي، خدي قطمة من التفاحة دي. ها يلا. مش قادرة. ما أنت لازم تتغذي يا حبيبتي، اتفضلي. مرقوقة أهي كده. مش قادرة. هو إيه اللي مش قادرة؟ ولا كل حاجة إديها لي تقولي لي مش قادرة؟ طب استني استني، خدي الموزة دي أنا هقشرها. مش قادرة. ما انت لازم تتغذي، اذا ما كانش عشاني عشان يرضوا. يلا يلا. شريف شامم ريحة المانجا؟ مانجا؟ مانجا ايه بس؟ هو ده اوانها؟ نفسي اكل مانجا يا شريف. طب وانا هجيب لك مانجا منين دلوقتي بس؟ ما تتعبش نفسك يا سي بابا، المانجا ايه؟ اتفضلي يا ستي، القرد بتاعنا بعدها لك. قوليها بسرعة بقى للواد يطلع هندي.